راسي 9 نقاط نفس نقاط اهلي شندي قبل طبعا مباراة اليوم بينه وبين المريخ الفاشلة محاولة لتيتي تيتي تقدم يا مور تيتي جول ابي دنجو كوفي تيتي تعود على ان يكون هو الهداف على ان يكون هو المسجل على ان يكون هو صانع الفرح في مدرجات الهلال وهنا يحتفل مع الجمهور الهلالي بعد ان تقدم بهدف اول وذهب ليحتفل مع الجمهور الهلالي كما ذكرت هو من تعود ان يسجل اهداف ويحتفل ويسعد هذه الجماهير هدفين في مرمى ود مباوي في كاس السودان في لقاء كان صعب على فريق الهلال وهنا يظهر في البدايه باستلام ثم تقدم مرور من حارس المرمى وضع الكره بكل سهوله داخل الشباك ليذهب ويحتفل ابي دينجو كوفي تيتي اللاعب الهداف اربع اهداف حاليا في الدوري السوداني الممتاز طبعا يتساوى مع مهند الطائر ومع لاعب محمد حسن من اهلي شندي خلف صالح العجب خمسة اهداف وجوزيف اوكي من اهلي خرطوم خمسة اهداف هذا هو تيتي الاستلام ثم المرور ثم التوقيع في الشباك هدف جميل للاعب تيتي وهنا المشجع الشندي